توافد حجاج بيت الله الحرام ليشهدوا المنافع العظام في هذه المشاهد الجليله عربا وعجما كبارا وصغارا ذكورا واناثا امتثالا لامر الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين والحج يهدم ما كان قبله كما قال عليه الصلاه والسلام لعمر بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله الحج طهارة من الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث يعني لم يتكلم بالكلام الفاحش ولم يفسق لم يأتي بسيئة ولا معصية رجع من ذنوبه رجع كيوم ولدته امه رواه البخاري ومسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه والمبرور الذي لم يخالطه اثم ولا رياء ولا سمعه ولا رفث ولا فسوق فلا رفث فيه ولا فسوق والحج ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لابي غالب ادمن الاختلاف الى هذا البيت فانك ان ادمنت الاختلاف الى هذا البيت لقيت الله عز وجل وانت خفيف الظهر يعني من المعاصي والاثام والحج من افضل اعمال البر حج مبرور ينوي اخلاص النيه لله ويحرص على القيام بما امر به الله ويسارع الى المغفره من الله ويجتنب ما احرم الله من نظر محرم وكذب وغيبه وغش وغدر ونحو ذلك ويتخلق بالاخلاق الفاضله فيكون طلق الوجه طيب النفس رضي البال وكذلك فان الظلم في هذه الاماكن عاقبته وخيمه واثمه وبيل وقد قال الله الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيكون المسلم سلما لله ولدينه ولعباده وكل من استطاع الحج يجب عليه على الفور ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم وكل قادر مستطيع ببدنه وماله يجب عليه ان يسعى الى الحج فورا وكل عاجز ببدنه وماله لا يجب عليه والعاجز ببدنه القادر بماله ينيب من يحج عنه من ماله والعاجز بماله القادر ببدنه اذا كان قريبا اذا كان قريبا اقل من مسافه قصر فعليه ان ياتي ولو على قدميه ويجب على المستطيع حج الفريضه ولو لم ياذن له الوالدان وكذلك الشاب البالغ اذا قدر ولا يجوز لابويه منعه من فريضه الله وكذلك لا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من حج الفريضه اذا كان لديها محرم نسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر للحجاج حجهم وان يرزق من لم يحج الحج الى بيته العتيق وان يزيدنا من فضله ومغفرته ورحمته والاتيان